الصلاة أو فقدان نسبة كبيرة من الشعر هو من الأمور الشائعة عند الرجال. بحسب الدراسات 50% تبدأ حالات الصلع بالظهور من الرجال في فترات الأربعينات والخمسينات. حل الجذري لعلاج الصلع الوراثي وتساقط الشعر نيو هير لوشن يستخدم للرجال وللنساء. طريقة الاستخدام مرة في اليوم لمدة 3 أشهر. ونعرفكم على مكينة تفتيح مسامات الشعر. استخدم هذه المكينة لتفتيح مسامات الشعر مع نيو هير لوشن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطنا لايك يا أخي، عطونا لايك يا أخي، عطنا لايك.